مستوى اخر من التفكير. انا مش مع بقى المال نيوتريشن، بس هم ولاد الذين ما ادوناش فرصه ان احنا نعيش الجو كويس. خدنا المره اللي فاتت بسرعه قلنا ان من ضمن اسباب القديمه انها ممكن تبقى نيوتريشنال قديمه، صح؟ قلنا ان ثلاث حاجات ممكن، ثلاث ميكانيزمات: زياده هيدروستاتيك بريشر ده بتاع الكاردياك قديمه، زياده البرميابيليتي كان بيفسر الانجينوريتيك قديمه او الالرجيك قديمه، والنقص في الاوزموتيك بريشر. كانوا اربع اسباب: نقص الانتاك او مال ابزوربشن سندروم او كرونيك ليفر ديزيز او كان نفروتيك سندروم. يعني واضح المال نيوتريشن من الحاجات المشهوره اللي ممكن تعمل قديمه. قصه المال نيوتريشن يا جماعه بدات من الاحتلال الاجنبي على افريقيا. بدات سنه 1933 بوصف الدكتوره سيسيلي ويليامز. سيسيلي ويليامز هي اللي وصفت اول مرض حتى وصفته وسمته كواشوركور، وهنعرف سبب التسميه دي كان ايه. كان سنه 33. امراض سوء التغذيه هي امراض اساسا بتاثر على البروتين والكالوري بفاريبل برزنتيشنز. يعني ممكن تلاقي البروتين هي اللي قليله قوي والكالوري ممكن يبقى فير، ممكن يبقى كويس. ممكن تلاقي البروتين والكالوري هما الاثنين قليلين، وممكن تلاقي يعني ما بين دي وما بين دي ممكن تلاقي ايه شادوز كتيره. فهتلاقي في تو لارج جروبس في المال نيوتريشن: عيان عنده سوء تغذيه ومورم، وعيان عنده سوء تغذيه ومش مورم. ريسنتلي بداوا يسموا امراض سوء التغذيه دي بيقسموهم لمجموعتين. مجموعه يسموها ايديميتاس بروتين كالوريك مال نيوتريشن، بروتين كالوريك، لان دول اكتر حاجتين بيحصل فيهم المشاكل: البروتين والكالوري. كالوري اللي هو الكربوهيدرات يعني. ايديميتاس بروتين كالوريك مال نيوتريشن، وفي نون ايديميتاس بروتين كالوريك مال نيوتريشن. التسميه التراديشنال اللي احنا كلنا كنا متعودين عليها لفتره طويله ان الايديميتاس بروتين كالوريك مال نيوتريشن المين ديزيز اللي بيمثلهم هم الكواشوركور، مرض اسمه كواشوركور. الناحيه الثانيه، الطفل لما يبقى عنده سوء تغذيه ومش مورم غالبا بيبقى جلد على عظم، ده هنسميه مرازمس، وهنعرف اسباب التسميات بتاعه الحاجات دي كلها ايه دلوقتي حالا. اول واحد دخل لقب بروتين كالوريك مال نيوتريشن كان واحد فرنساوي اسمه جيلس سنه 1966. يعني واضح ان هم كانوا كلهم اجانب، والامراض دي كلها اتوصفت اساسا فين؟ في افريقيا. الابنورمال نيوتريشن مش هو البروتين كالوريك مال نيوتريشن، ده الابنورمال نيوتريشن ممكن يكون حاجه من ثلاثه: يا اما اندر نيوتريشن، كرونيك ستيت اوف اندر نيوتريشن، واحد بياخد التغذيه بتاعته كلها لكن بياخد بكميات قليله، يبقى انت اندر نارش، ماشي؟ بتاخد كلها زي مثلا واحد اللي عامل ريجيم ياخد كل حاجه بس عامل ايه؟ واخد الحاجات اندر. اوفر نيوتريشن اللي هي منها الاوبيزيتي والاوفر ويت والموربيد اوبيزيتي، الناس اللي واخدين كالوريك اكسس. المال نيوتريشن ممكن يكون كلمه مال نيوتريشن ممكن تكون بتاخد حاجات زياده وبتاخد حاجات ناقصه، يعني ما انتش مظبط الاكل اللي داخلك. الحقيقه التعريفات الثلاثه دول هم تعريفات متداخله وانا مش عايز احفظهم، يعني اقراهم وعديهم بسرعه، لان احنا دايما هنركز في امراض المال نيوتريشن عندنا في الاطفال على مجموعتين: مجموعه الايديميتاس بروتين كالوريك مال نيوتريشن، ومجموعه الكرونيك اندر نيوتريشن اللي هي المرازمس، وكل واحده هتاخد تفاصيلها فالدخله دي مش مهمه. بدأت الكلاسيفيكيشن بتاعة البروتين كالوريك مال نيوتريشن بواحد اسمه جوميز. جوميز عمل تقسيمه سنة تقريبا 53 أو 55، وقال لك احنا نقسمها إلى مايلد ومودريت وسيفير. جه بعد شوية واحد تاني اسمه جيليف اللي أنا بقول لكم عليه سنة 66، قسمها إلى أربع درجات من أمراض المال نيوتريشن. بعد شوية جه ويلكم. ويلكم ده الراجل المحترم، ده راجل أمريكي في 1972 عمل التقسيمة دي اللي هي ما زالت موجودة في معظم الكتب، موجوده في كتب كتير. ويلكم قال لك احنا هنقسم امراض سوء التغذيه الى مجموعه كبيره على حسب الولد ده وزنه قد ايه من الوزن الطبيعي، زائد هو عنده قديمة ولا ما عندوش. احنا لسه قايلين من الاول، دلوقتي احنا هنقسم المجموعات بتاعه سوء التغذيه الى طفل مورم وطفل مش ايه؟ مش مورم. فعلى حسب الاثنين دول، الولد وزنه دلوقتي قد ايه كبرسنت من الوزن اللي المفروض يكون عليه؟ يعني مثلا وزنه المفروض يبقى 10 كيلو لقيناه 5 كيلو، يبقى الولد البرسنت بتاعته كام في المية؟ 50%. وزنه المفروض يبقى 10 وهو الولد وزنه 6 كيلو، يبقى البرسنت بتاعته كام في المية؟ 60%. وزنه المفروض يبقى 10 والولد دلوقتي وزنه 8 كيلو، يبقى البرسنت بتاعه كام في المية؟ تقسم دي على دي وتضرب في 100، تروح مطلع البرسنت عشان تعملها في الامتحان. يبقى هنشوف اولا البرسنت بتاعت وزنه بالنسبه للوزن الايديال اللي المفروض يكون عليه، خلاص هل يوجد قديمه ولا ما فيش؟ وراح مقسم مطلع لك ست نواتج بالشكل اللي قدامنا اللي هو ويلكم.
قال لك لو اكتر من 80% وما معهوش اديمه ده طفل طبيعي. يعني مش بالضروره ان انت تكون 100% من الوزن الايدي. يعني لو انت المفروض تبقى 10 والاناك 8 و100 جرام، ما انت كويس. 8 ونص حلو جدا، 9 كويس، يعني انت كده نورمال، انت ما عندكش سوء تغذيه. ما احنا لازم ندي نورمال رينج يا جماعه، ما بناخدش فيجر واحد. وعلى هذا الاساس طالما اكتر من 80% ما معهوش اديمه نورمال، طب ليه نحطه في الكلاسيفيكيشن بتاع البروتين كالوريك مال نيوتريشن؟ ده طفل طبيعي. طب نشيل الرقم ده، راح شايله. طب تعالى ناخد الريدنجز اخرى. اكتر من 80% ومعاه اديمه، وزنه معقول اكتر من 80% لكن مورم. ممكن لو استبعدنا جميع اسباب الباثولوجيك اديما وكان السبب هو في اكل الطفل هي اللخبطه اللي عامله الاديما، نروح مسمينها نيوتريشنال اديما. هتقول الكلمه دي افتر اكتف اكسكلوجن اوف اول كوز اوف اديما الاخرى، ماشي؟ يعني مش اي واحد ايه مورم كده وفوق في 80% بس، لا، بعد استبعاد جميع اسباب الاديما الثانيه واتاكد من الكلام والهيستوري والسيركمستانسز بتاعتك ان انت عندك نقص في البروتين اللي انت بتاكله، هسمي الاديما اللي عندك دي انت عندك ريشنال اديما، ماشي؟ هنسيب الحته اللي جنب النيوتريشنال اديما دي دلوقتي. لو لقى من 60 ل 80% وما معهوش اديما، قال لك سيمبل اندر ويت. ده نوع تاني من المال نيوتريشن اسمه سيمبل اندر ويت. لو من 60 ل 80% ومورم، هنا بقى هيسميه كواشوركور، اللي احنا هناخده المفروض النهارده ان شاء الله. هنسميه كواشوركور وهنعرف التسميه دي جت منين. التسميه دي سببها ايه؟ لو اقل من 60% وما معهوش اديمه هنسميه مرض مصر. اقل من 60% ومعاه اديمه هنسميه هو كومباينيشن من المرازمس والكواش، فهنسميه مرازمس كواشوركور. لما اجي اسالك اقول لك ايه هي امراض سوء التغذيه، ما تقوليش بس المرازمس والكواش، ده في شادوز اخرى. من الشادوز الاخرى اللي باينه قدامك النيوتريشنال اديمه، دي من امراض سوء التغذيه. السمبل اندر ويت من امراض سوء التغذيه. المرازمس كواشوركور من امراض سوء التغذيه. في حاجه عندكم تحت اسمها سمبل، في حاجه اسمها بري كواش او انكمبليت كواش. ده طفل شبه الكواش بس ناقصه فيزيكال داتا واحده او اثنين او ثلاثه مهمين، يعني كل الاستجماتة بتاعت الكواش والكور، فبنسميه بري كواش، داخل على كواش. الكلام هيفسر بعضه بعد شويه. في طفل نلاقيه ما عندوش اي حاجه من الحاجات دي، بس الواد مقروض قصير كده، وليه؟ الاكل بتاعه اللي بياخده بياخد كميات متناسقه من الاكل بس كميات قليله، يا دوبك الكميات القليله دي تكفي للفيزيكال اكتيفيتي بتاعته، ومفيش ريزيرف من الطاقه عنده عشان يكبر. فده اللي بيسموه نيوتريشنال دوارفيزم، الطفل اللي ايه اللي ما بياكلش كفايه وبالتالي الولد ده بقى قصير. يبقى لما اجي اسال حضرتك اقول لك السبيكترم بتاع البروتين كالوريك مال نيوتريشن ايه هو، ما تقوليش مرازمس وكواش، ده كتير. سمبل نجيبهم من فوق، نيوتريشنال ايديما، سمبل اندر ويت، كواش، مرازمس، كواش، مرازمس كواش، انكمبليت كواش، واللي تحت كمان ايه؟ نيوتريشنال دوارفيزم. كان هذا الكلاسيفيكيشن شغال في كتب كتيره جدا ومنها كتب بتاع الدول العالم الثالث، لحد ما جه بعد سنتين الدكتور ووترلو الامريكي برضه وعمل كلاسيفيكيشن باسمه. رغم ان الكلاسيفيكيشن بتاع ووترلو لما هنشوف دلوقتي هو شديد الذكاء، انما ما بيعتدش بيه لان في ناس كتير ما بتعرفش تستخدمه ومش افيلبل في كل الحتت في استخدامه. انا هقول لك ووترلو فكر في ايه؟ ووترلو فكر في حاجتين. وبعد كده هقول لك من الاخر ما تبقاش تقرا ووترلو ده، اعرفه بس للدكتور هشام سامي بس بتاع القاهره. ووترلو قال لك ويلكم غلط في غلطتين، الغلطه الاولانيه ان هو كان بيعبر عن امراض سوء التغذيه بنقص في الوزن، طب ليه ما اتكلمش عن الطول؟ مش الطول ممكن يتاثر؟ ويلكم ما جابش سيرته، دي الغلطه الاولانيه اللي ويلكم غلطها. الغلطه الثانيه اللي ويلكم غلطها ووترلو نبه عليها، قال لك ان ويلكم لما جه ياخد البرسنت بتاع الوزن بالنسبه للايديال كان بيعتبر ان الايديال ده فيجر واحد، رقم واحد، ويرمي البرسنتس دي حوالين الرقم الواحد، صح؟ واحنا اتفقنا قبل كده قلنا ان كل البوبيوليشن لها نورمال رينج. فانا بص انا هلجا بقى لاستخدام الجروس كيرفز. فوترلو عمل حاجتين، دخل الويت مع الوزن في التعبير عن امراض سوء التغذيه، دخل اللينث مع الوزن في التعبير عن امراض سوء التغذيه. الحاجه الثانيه ان هو لجا للجروس كيرف، بس دول المعلومتين اللي انا عايز اعرفها. هقول لكم بقى اطلع بره الكيرف، اطلع بره الحوار بتاع ووترلو هفهمها لك بالراحه. لو عنده اكيوت مال نيوتريشن، اتفقنا ان هو ياثر على الطول ولا على الوزن؟ على الوزن. كل ما كان الاكيوت مال نيوتريشن اللي عنده ده سيفير، كل ما كان الولد خاسس 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 خاسس. كلمه خسسان هو عبر عنها بكلمه ويستنج. كل ما كان الولد خاسس قوي يبقى مش مايلد ويستنج، سيفير مودريت ويستنج، سيفير ويستنج، ماشي كده؟ في الاكيوت مال نيوتريشن الوزن بيتاثر وغالبا الطول ما بيتاثرش. في الكرونيك مال نيوتريشن اللي قعد فتره طويله واللي مش موجود دلوقتي الطول يتاثر والوزن ايه؟ ما يتاثرش. نلاقي الولد ايه؟
قصير 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 قصير، كل ما كان الولد قصير فور ايدج نسميه ايه؟ ستانتد، مايلد ستانتد، مودريت ستانتد، سيفير ستانتد. يبقى احنا عندنا الولد يا اما ويستد يا اما ايه يا جماعه؟ ستانتد. طلع هو ازاي؟ هو لجأ للجروس كيرفز بارقام معينه مالكش انت دعوه بيها، وسيبك بقى من الايه؟ من الكلاسيفيكيشن ده، احنا عرفناه من بره. من بره بيعبر بالطول والوزن عن سوء التغذيه، بيستخدم الجروس كيرفز بالذات ال 50 برسنتايل بيعتبره الريفرنس بتاعه. ماشي؟ صحح الخطأ يقول من ايه؟ من ويلكم. بعد كده يقول لك يا اما الواد يبقى ويستد يا اما الواد يبقى ستانتد. درجات الويستنج ودرجات الستانتد انا بطلعها من على الكيرف. الارقام اللي عندك دي بتطلع من على الكيرف. ما بتحفظش فيها اي حاجه. بعد ووتر لو ما خلص وبعد الهوجه دي ما خلصت، في كلاسيفيكيشن جديد نزل سنه 1989 نزلته الدبليو اتش او، والكلاسيفيكيشن ده الحقيقه صعب وهنأجله دلوقتي خالص، مش هنتكلم عنه ولا هنجيب سيرته لحد ما نبص على الكتاب الجديد. لو الدكتور عاطف نصير نزله في الكتاب الجديد هنجيبه لكم ايه؟ في نص صفحه كده ونكلمكم عنه بعدين. ما جابوش سيرته خلاص، يبقى احنا ماشيين بالايه؟ بالويلكم. بالويلكم كلاسيفيكيشن هو ده اللي هيتحفظ. وبتاني قبل ما ادخل في الحوار بتاعي، الويلكم بمنتهى البساطه بيرسنت اوف ويت من الايديال وايديما اكثر من 80%، وفي ايديما نيوتريشنال ايديما من 60 ل 80%، مفيش ايديما سيمبل اندر ويت من 60 ل 80%، وفي ايديما بقت كواش اقل من 60%، مفيش ايديما مرازمس اقل من 60%، وفي ايديما مرازمك كواشور كور. ايه اللي بالصفحه؟ وتعالوا قبل ما ندخل على الكواشور كور اللي هو اول واحد هم، نتكلم ثلاث دقائق بس عن المكونات الغذائيه بتاعه الاكل بتاعه حضرتك. انت ما بتحسش بيها، بتدخل بتتوزع ازاي في جسمك. المكونات الغذائيه يا جماعه هي اساسا بتتكون من كربوهيدرات وبروتين، ده اهم عناصر في الاكل بتاعك، بلس الفيتامينز والمينرالز اللي هي بتشتغل ككو فاكتورز للانزيمز و البروتين. الصفحه دي على فكره الكلام اللي انا بقوله ده هو ده اللي انا هاخده بعد كده كوبي اند بيست لما لخبطه، زي ما كنا بنعمل انترودكشن بتاعت الكاردياك سايكل في الكارديولوجي، هناخد ده ونلخبط فيه نطلع مرض الكواشور كور. البروتين اللي بتدخل جسم حضرتك بتتوزع كالاتي، بتدخل في تصنيع البلازما بروتينز المهمه جدا. التوتال بلازما بروتينز عندنا من 6 ل 8 جرام بير ديسيليتر، اهمهم الالبومين من 3.5 ل 5.5 جرام بير ديسيليتر. واتفقنا ان التوتال والالبومين اساسا متحكمين في الاوزموتيك بريشر بتاعت اوزموتيك بريشر بتاعت البلاب، بما لهم من فوائد ثانيه اخرى. من ضمن الفوائد الاخرى للبلازما بروتينز ان هم ممكن يبقوا كارير بروتين، وهنعرف ان الالبومين نفسه ممكن يبقى كارير بروتين لما ناخد ان شاء الله الهايبر بلوروبينيميا، ونعرف ان هو من الحاجات اللي بتشبط اللي البلوروبين بيمسك في الالبومين علشان ما يبقاش توكسيك. فالبلازما بروتينز امبورتنت كارير بروتينز لحاجات كتيره جدا، كارير لمينرالز، كارير لمينرالز زي السيرولوبلازمين اللي بيشيل الكبر، الترانسفرين اللي بيشيل الحديد، كاريرز لفيتامينز زي ريتينول بايندنج بروتين، الثيروكسين اللي بيتشال على 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 اللي بيبقى له بايندنج بروتين، يبقى كارير بروتين فيري اسينشال. انزيمز، في انزيمز موجوده في الدم زي اللايبيز، زي الاميليز، زي الالكالاين فوسفاتيز انزيم، مجموعه انزيمات كتيره جدا هي عباره عن بروتينات سرحه في الدم. الاميونولوجيك فانكشنز، اميونوجلوبولينز عباره عن بروتين النيتشر، ومش كده وبس، ده لغه الحوار اللي ما بين الاميون كومبتنت سيلز وما بين بعضها هي عباره عن سايتوكاينز، اللي بتخلي لغه الحوار اللي ما بين عارفين السيل ميديتد اميونيتي بيتكلموا مع بعض ازاي، والليمفوسايتس بيتكلموا مع بعض ازاي. بروتينات، البروتينات دي قد تكون كيموتاكتيك فاكتورز بتنادي على الخلايا، قد تكون بتدي سيجنالز للخلايا لبعضها علشان تنشط بعضها، طبعا عارفين الكلام ده من الباثولوجي. تاني حاجة البلازما البروتينز بتدخل في تصنيع البرين نيورو ترانسميترز، الحركة بتاعة جسمك كلها دي اللي بتتحرك بإشارات كهربائية، الإشارات الكهربائية في الآخر هي عبارة عن أدرينالين، نور أدرينالين، بنتا هيدروكسي تريبتامين، مكونات ناتجة من التيروزين والجاما أمينو بيوتيريك أسيد، والحاجات دي كلها عبارة عن بروتينز اللي بتحرك السي إن إس بتاعك، مظبوط ولا مش مظبوط؟ البيلدنج، عضلاتك اللي بتتكون والتيشو اللي عندك اللي بيتكون البون محتاج بروتين في السيمنت سبستانس بتاعته، والمسلز بالذات محتاجه بروتين. اللذيذ في الموضوع يا جماعه ان هناك بالانس غير محسوس ما بين العضلات بتاعتنا وبين البلازما بروتينز، بمعنى لو البلازما بروتينز عندك قلت العضلات يبدا يحصل فيها سلو ديجراديشن عشان تكمبنسيت فور البلازما بروتينز اللي قلت. وكل ما كان كل ما كان الدروب في الـ في الـ في البلازما بروتينز مور سلو، كل ما ادى فرصه للعضلات انها تتحلل تدريجيا تكمبنسيت فور
ها البلازما بروتين. يبقى في بالانس ما بين الايه؟ ما بين الاثنين. المسلز بتعتبر كريزيرف، بيعتبروها كريزيرف للبلازما بروتينز. لو البلازما بروتينز حصل فيها مشكله، العضلات بتتحلل تدريجيا، وايه؟ ناخد منها بروتينات ونصنعها في الليفر ونرميها كبلازما بروتين. اللايبوتروبيك فاكتورز هي عباره عن سلفر كونتيننج امينو اسيدز مينلي، زي الكولين وزي الميثيونين والمكونات الاخرى. هي عباره عن المواد دي بتروح رايحه على الليفر. الليفر ده هو المكان اللي اي كالوري اكسس، كربوهيدرات اكسس، بيدخل جوه الليفر يصنع كوليسترول ويصنع لايبوبروتينز. عشان يطلع اللايبوبروتينز دي من الليفر نوزعها بره، بنحتاج مواد ناقله. المواد الناقله دي بروتين النيتشر، بنسميها لايبوتروبيك فاكتورز. الاخر حاجه السيل رينيوالز، الخلايا بتاعه جسمك كلها عشان تتجدد محتاجه بروتينز. البون مارو سيلز محتاج بروتين عشان يصنع سيتوبلازم خلايا. السكين سيلز محتاجه بروتينز. الجي اي تي ميوكوزا من جوه اللي بتتجدد كل يومين ثلاثه محتاجه بروتينز علشان الخلايا دي تتجدد تلقائيا. الهير، الشعر بتاع حضرتك اللي بيطلع هنا وشنبك ودقنك وتحت الابط وفي كل مكان من جسمك، الهير ده محتاج بيجمنت. هو الطبيعي بتاعه انه يطلع لونه ابيض. طب البيجمنت اللي طلعت دي مش دي طاقه؟ مين اللي طلع البيجمنت؟ عباره عن بيجمنتري سيلز. طب البيجمنتري سيلز جابت البيجمنت دي منين؟ من عباره عن بروتين اساسا. كانت عباره عن حاجات دخل فيها سلفر وكبر، والحاجات دي كلها اتجمعت وطلعت في صوره ماده اسمها ميلانين. والميلانين ده في النيتشر اصلا بتاعته كانت عباره عن بروتين. مفهوم يا جماعه؟ لو احنا تخيلنا البروتين بيدخل الجسم بيعمل ايه؟ لما لخبطهولك انت بتتابعها تتوقع الكيميكال بيكتشر دي جت ازاي؟ ليه حصلت؟ فالكلام ده انا شايف ان هو قاتل الاهميه. طب الكالوري، الكالوري مشكلته بسيطه. اي طاقه حضرتك هتاخدها، المين كالوريز اللي بتدخل الجسم بتدخل عن طريق كربوهيدرات. الكربوهيدرات لما بتدخل، لو انت مثلا كميه الكربوهيدرات اللي بتاكلها رز، مكرونه، مش عارف مشروبات، بيفرجز اند سو اون، بناخد بتتحول في الاخر لجلوكوز. الجلوكوز ده اول ما بيطلع في جسمك في الدم بيعلى، يطلع الانسولين. الانسولين يطلع لمده ساعه ساعتين بعد الاكل، ياخد الجلوكوز ده يحرق 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 يحرق، يديك انرجي. طب ما يتبقى من الجلوكوز هو الانسولين نفسه، يخزنه في صوره ايه؟ فات. كل ما بتاخد كالوريز زياده سواء كان الكربوهيدرات او خلافه، بالذات الكربوهيدرات، الاكسس عن حاجتك بيتخزن في صوره فات. بعد ما نطلع الطاقه اللي احنا عايزينها للحركه، للنمو، للاكتيفيتي بتاعت حضرتك، ما يتبقى في الاخر نحطه في صوره ايه؟ فات. وكل ما كانت حركتك قليله، كل ما اتبقى عندك طاقه زايده نخزنها في صوره فات. عشان كده الناس اللي سيدنتري لايف، اللي ما بيتحركوش كتير، اللي قاعدين على الكتب بيذاكروا 24 ساعه في اليوم، في الاخر بتيجي تلاقيه بقى ايه؟ بقى ويز، بيقول لك ايه؟ اصل التخان دول معظمهم اذكياء. ليه؟ ما هو قاعد، ما قاعد بيشغل ده، ما بيعملش غير كده. المهم فالكالوري اكسس اللي بيدخل بيتحول في الاخر في صوره فات. طب ما هو لو الانسولين سيبناه يا جماعه اطلقناه على اي جلوكوز هيدخل جسمك لوحده ان اوبوز، هيعمل لك مشكله. ده هيجيب لك الجلوكوز ارض ارض، ممكن تدخل في هايبوكيميا. يبقى الحل ايه؟ ان لما البلاد جلوكوز يحاول يقل، يروح طالع انتي انسولين هرمونز في الجسم، ميتابوليزم طبيعي، يطلع الجروس هرمون بزياده سنه، الثيرويد هرمونز تطلع زياده سنه، الاي سي تي اتش والجلوكاجون، الجلوكاجون والاي سي تي اتش اللي هو بيطلع الكورتيزون في الاخر، دي بنسميها انتي انسولين هرمونز. لازم تطلع عشان نحافظ على البلاد جلوكوز ثابت. وخدوا بالكم ان الانتي انسولين هرمونز ده عباره عن ايه؟ بروتين النيتشر. خد بالك، بروتين النيتشر. طب ما الانسولين بروتين النيتشر، بس في قاعده بتقول لك ان الريزيرف من الانسولين اللي بيطلع في الجسم عند حضرتك ما هوش حاجه نيو، ده بيبقى متخزن في البيتا سيلو فلانجر هانز، ويكفي المخزون ده لمده 6 شهور. يعني لا قدر الله واحد الخلايا بتاعته اتضربت النهارده، حتى لو انتوا هتاخدوا في الاندوكراين هتاخدوا حاجه اسمها هوني مون بيريود، يبقى في متخزن انسولين موجود جوه البيتا سيل. على ما بتشطب الخلايا ديت بناخد لنا 6 شهور على ما بنشطب المحتوى اللي عندنا من الانسولين. انا متهيألي الكلام ماشي بمنتهى السلاسه، ما فيش اي مشكله. بروتينز عرفنا بتدخل في ايه، والكربوهيدرات عرفنا الفيت بتاعه ماشي ازاي. ما ننساش يا جماعه ان ما بين البروتين وما بين الكربوهيدرات في فيتامينز ومينرالز وفات، بس الفات احنا بندخله تحت الطائله بتاعت، تحت الامبريلا بتاعت مين؟ كربوهيدرات. معانا كده؟ تعالوا ناخد اول مرض من امراض سوء التغذيه على قد ما نقدر، على قد ما الوقت يسمح. كوشر كور، كي دبليو او، ده اختصار الاسماء، التسميه الجديده بتاعته اديمتس بروتين كالوري مال نيوتريشن. كلمه بروتين كالوري مال نيوتريشن لا تعني المرض بس لوحده، ولا تعني الكواش لوحده، ولا تعني مرض الكواش، ولا تعني سبيكترم من 6 أو 7 أمراض. الكينجز بتوعهم 2، واحد مورم جامد جدا هنسميه كوش الكور، واحد خاسس جدا جلد على عظم هنسميه، وان شاء الله هوريكم الصور في اخر ال
القعده بتاعتنا، هنسميه مرض. بالنسبه للكواش سموه اديمتس بي سي ام، له تسميه ثانيه اسمها ريد بيبي. اول ما اتوصف اتوصف في بلد اسمها غانا، في غانا دي بلد افريقيه، وبلغه اهل اكرا، اكرا العاصمه بتاعت غانا. كلمه كواشركور لها معنى عند حضرتك مكتوب، اللي هو التشايلد ديبوزد تشايلد هو نو لونجر ساكلد، الطفل المهمل اللي ما عادش بيترضع. مكتوب عندك كواشركور مينز كذا، مكتوبه ولا مش مكتوبه؟ ديبوزد تشايلد هو نو لونجر ساكلد. لها حاجه ثانيه يقول لك ايه، ده المرض اللي بيجي للطفل لا وين انذر بيبي از بورن، مرض يجي للطفل لما له اخ تاني يتولد. الاخ التاني لما يتولد الام هتهتم بيه وهتنجلكت خالص الطفل الاولاني، فالطفل ده يجي له كواشركور. يبقى لما اجي اقول لك ايه كلمه كواشركور، قول له دي تعني بلغه اهل اكرا عاصمه غانا كذا او كذا، الاثنين دول. ده موجود في كل التكست بوكس. واللي سمى التسميه دي يا جماعه هي الدكتوره سيسيلي ويليامز سنه 33، هي اللي سمتها باللغه بتاعت الناس اللي كانت عايشه في وسطهم. ماشي يا جماعه؟ عشان تعرف كلمه كواشركور دي جايه منين؟ جايه منين؟ اللي هو نوع من المال نيوتريشن يا جماعه، بيبقى فيه اكيوت بروتين ديفيشنسي. ركز بقى معايا، اكيوت بروتين ديفيشنسي الكفه دي نزلت، وكفه الكالوري ممكن تبقى نورمال او فير او ليتل افكتد او ميبي ايفن هاي. يعني الكالوري كفته مش نازله، يا اما زي ما هو يا اما ليتل افكتد سنه بسيطه، يا اما ايفن هاي ممكن يكون بياخد كالوريز كتيره، لكن الكفه بتاعت البروتين حصل لها ايه؟ نزلت. نزلت مش بروتين وبس، اكيوت شد تحتها خط، اكيوت. عارفين لو كانت كرونيك كان الجسم يقدر يكمبنسيت ويعوض، لكن غالبا لما بيحصل اكيوت ديفيشنس ده الجسم ممكن ما يلحقش يظبط نفسه لانها اكيوت ديزيز. من اكيوت مال نيوتريشن. له اسم فوق مكتوب ريد بيبي، بين قوسين مكتوب ريد بيبي. ريد بيبي هنعرف ليه بعد شويه هم سموه ريد بيبي، هسيبها لكم مفاجاه. وكانوا حتى الفرنساويين بيسموهم ليزونفو روج. الاطفال الحمر، ليزونفو روج، الاطفال الحمر بالفرنساوي. اسبابه ايه؟ 99.9% من اسباب سوء التغذيه اللي هو الكواشركور سببه في الام، بنسميه برايمري او دايتيتك كواشركور. برايمري او دايتيتك. اقل من 1% ممكن يكون سكندري مال، سكندري كوزز او سكندري سكندري كواشركور. البرايمري كواشركور بيحصل بالذات مع الامهات الجاهله، البور، الفقراء اللي ما عندهمش اي معلومات عن ازاي يربوا طفلهم. عملت ايه الام ديت يا دكتور؟ ابدا، عملت فاضن ويننج، بدل ما كانت بتعمل جرادوال ويننج زي ما اتفقنا، عملت فاضن ويننج من البريست ميلك بتاعها على ستارش كربوهيدرات دايت. ملاحظين؟ قطعنا اللبن مره واحده بما فيه من بروتين، وادينا الطفل من بره الحاجه السهله بقى اللي احنا بنستسهلها، ميه بسكر، ستارش كربوهيدرات دايت، فحافظنا على الكالوري نسبيا وقطعنا مين مره واحده؟ البروتين. الام ممكن تكون عملت الحركه دي لانها جاهله، وممكن تكون عملت الحركه دي لانها متعمده انها تعملها. وانس ان حصلت المشكله دي الطفل يدخل في ديبريشن، ديبريسد تشايلد. ديبريسد تشايلد كواشركور بنسبه كبيره جدا يحصل في الطفل الاولاني لو انذر بيبي از بورن، لان الام يا جماعه هتعمل حاجه من اتنين، اما هتفطم الولد ده وهي ما هياش فاهمه طريقه الفطام الصح، واخد بالك، على ستارش كربوهيدرات دايت، او هتفطم الطفل فجاه لانها مضطره لكده لان في طفل جه تاني، فهي مضطره انها تتربع الطفل الجديد وتروح سايبه الولد القديم، فالولد هيدخل في حاجه اسمها ماتيرنال ديبريفيشن اند سادن ديبريشن. سادن ديبريشن يبقى بعد شويه حتى لو انت بتديله ستارش كربوهيدرات دايت ممكن يقطع الاكل كله خالص. تاني، الام فطمت الطفل فجاه على ستارش كربوهيدرات دايت، حاجه من اتنين، يا اما هي جاهله ومش فاهمه هي عملت الطريقه دي لانها مش فاهمه، او عملتها مضطره عشان في انذر بيبي واز بورن. مفهوم يا جماعه؟ في الاخر الطفل هيدخل في ايه؟ ديبريشن، هيدخل في ديبريشن. يبقى مين السبب في الكواشركور؟ لو انا شفت طفل كواشركور في مستشفى الزقازيق، يبقى انا متاكد بنسبه 100% ان انا لما هرفع عينيا كده ابص على امه هلاقي واحده عامله كده، حماره ومتخلفه وجاهله، لان الكواشركور ده المفروض داز نوت اكزيست مع اي واحده متعلمه نصف تعليم. عشان ما تجيش مره واحده تيجي عند اربع خمس شهور كفايه عليك لبن، خد بقى عصير ومش عارف ايه، وكفايه عليك سدر، ما بينفعش. الحاجات اللي هي السكندري كوز اوف كواشركور هي انا بنعتبرها بريدسبوزنج فاكتور راذر ذان اكشوال كوز، وهي على فكره سهله قوي في الاختصارات بتاعتها، بي سي ام، بيرتاسز كرونيك دايريا ميسلز. في البيرتاسز هناخد ان الاطفال اللي عندهم سعال ديكي
بيكح يكح يكح وفي الاخر اوه يروح مطلع كل اللي في بطنه، ويقعد على القصه دي 6 اسابيع 8 اسابيع 3 شهور 4 شهور. فالريبيتد فوميتنج مش هيخلي اكل يقعد في بق، فالام تستسهل الستارش كاربوهيدرات دايت وميه بسكر ومش عارف ايه، لكن بروتين دايت مش هياخد. فده ممكن يدخل في بي سي ام، بروتين كالوريك مال نيوتريشن. كرونيك دايريه، طفل عمال يفقد جميع النيوترينتس بتاعته، مال ابزوربشن سندروم، دخل في مال ابزوربشن ستيت. من ضمن الحاجات اللي هتبقى مال ابزوربد البروتين، فممكن يساعد على حدوث الام الميسلز. هناخد من الميسلز، جه سؤال نظري في الامتحان اللي فات بيقول لك كومبليكيشنز اوف ميسلز، فظيع يا جماعه. في حتتين، الميسلز بيدمر الجي اي تي ميوكوزا ويدمر الريسبيراتوري ميوكوزا. على الجي اي تي ميوكوزا هناخدها ان شاء الله بعد كده، بيعمل حاجه اسمها كانكرام اوريز، غرغرينا في البق، جاسترو انترايتس، انتيرو كولايتس، واخدين بالكم؟ وممكن يعمل ماسيف جاسترو انتيرو كولايتس، ياخد الجي اي تي تيوب دي كلها وعلى بعضها كده، ايه سلافنج سلافنج سلافنج. ده كومبليكيشن فظيعه بالذات في الاطفال الاميون ديبريست او الاميون ديفيشنت، فيدخل في امراض سوء تغذيه. اخر حاجه البارازيتيك انفستيشن، وبالذات الجارديا لامبلي اللي هي مشهوره انها بتعمل ريزيستنت او كرونيك دايريا، الجارديا لامبلي. يبقى الحاجات دي يا جماعه هي جاست بريديسبوزنج فاكتورز. وفي قاعده حتى موجوده في الارياف الام تقول لك ايه، لما الطفل بتاعي بيعيا، طب كفايه بقى لبن السدر، فولتي فود ريستريكشن، وكفايه الاكل بقى اللي احنا بنديله من بره، ونديله سوائل وعصاير وحاجات زي كده، صح؟ ولما الموضوع يطول مع الطفل، يبقى الطفل عاش الفتره دي كلها على سوائل وعصاير وفقد البروتينات اللي هو بياخدها من بره. فده بنسميها فولتي فود ريستريكشن، فولتي فود ريستريكشن. تعددت الاسباب والموت واحد، هو السبب الرئيسي هو صابن ويننج على ستارش كاربوهيدرات دايت، لان الام كانت بور او اجنورنت، عملته يا اما غصب عنها يا اما هي مش فاهمه طريقه الويننج الصحيحه ازاي. الاكيوت بروتين ديفيشنسي عمل ايه في الباثولوجي بتاعه؟ قلل الحاجات دي كلها تقريبا بنفس الترتيب، البلازما بروتينز هتقل، التوتال هيقل، والالبومين هيقل، والكارير هيقل، والانزيم والايمونولوجيك سيستم هيتضرب في مقتل، النيورو ترانسميترز هي كمان هتقل، يحصل سلو اتروفي في البرين، العضلات هتبدا تكش، لان لسه قايل لحضرتك ان في بالانس ما بين العضلات والبلازما بروتينز، يبدا يحصل اتروفي في العضلات. بص للرسمه اللي تحت اسهل لك. الليفر هو الاورجن الوحيد اللي بيكبر، لان الليفر احنا لسه قايلين ان الكالوري بيبقى ايه داخل، ايه يا نورمال يا زياده. طب والاكسس كالوري تتخزن في الليفر في صوره فات، طب في لايبوتروفيك فاكتور تطلعه، يبقى الليفر يحصل فيه فاتي انفلتريشن، والليفر هو الوحيد الاورجن اللي بيكبر، كل الدنيا يحصل فيها اتروفي، حتى الطفل نفسه بيحصل فيه اتروفي، واخد بالك؟ الحاجتين اللي في الكواشركور الوحيدين اللي بيزيدوا حاجتين، الليفر بتاعه وحجم الطفل ككل من الايديما، هما دول الاثنين اللي بيكبروا فيه، بعد كده كل حاجه فيه بتخف. الجي اي تي ميوكوزا بيحصل فيها اتروفي، ولما يحصل اتروفي يا دكتور يدخل في مشكله كارثيه. لما يحصل اتروفي الجي اي تي ميوكوزا يحصل له مال ابزوربشن سندروم، سكندري مال ابزوربشن. يبقى شوف البروتين كالوريك مونتيشن بدعم المصيبه يا جماعه، الاكل اللي داخل قليل يحصل اتروفي الجي اي تي ميوكوزا، حتى لو الاكل بتاعه اتحسن بعد شويه، لو انت ما ظبطتش الاكل بتاعه وتعاملت معاه بحرفيه جامده، الواد مش هيعرف يمتصه لان عنده جي اي تي اتروفي في الميوكوزا بتاعته. بيحصل كمان اتروفي في البنكرياتيك سيلز، ومشاكل في البنكرياتيك سيلز، بالذات في البنكرياتيك سيلز اللي هي انهي؟ الاسيناي، مش اللي بتطلع الانسولين، لا اللي هي العاديه اللي هي الاكسكراين فانكشن بتاعت البنكرياس بتبقى افكتد، وبيطلع الدايجستيف انزيم دي بتقل، وهذا يضيف الى المال ابزوربشن اللي بيحصل للاطفال دول. اخر حاجه عضله القلب، ما هي عباره عن مصل، فالوير اند تير في عضله القلب كمان ما بيحصلش كويس، وبيبدا يحصل اتروفي في عضله القلب، وهنعرف ان الاطفال دول فيري سسبتبل تو هارت فيلير، لان عضله القلب بتاعتهم بتبقى ضعيفه. وارجع بظهرك لاسباب الهارت فيلير، لما قلنا ان النيوتريشنال كوز اوف هارت فيلير كان 4، كان اول واحده فيهم مين؟ كوشركور، بيحصل اتروفي في عضله القلب. منك لله حسين. احلى الموضوعات اللي انا بحبها امراض سوء التغذيه دي. تارجت ايدج، ما تفكرش كتير، هو انهي السن اللي بيحصل فيه ويننج؟ مش من 6 شهور لسنتين؟ هو ده الايدج اللي بيحصل فيه كواش. هل ينفع يحصل كواش لطفل فولي اون بريست ميلك؟ ينفع يحصل كواش وكور لطفل بيرضع لبن امه؟ حتى لو امه جاهله ومتخلفه، ولاد جاهل ومتخلف هو كمان؟ لا، مستحيل يحصل لحد بيرضع لبن الام خالص خالص، حتى لو الام عملت برولونجد بريست فيدنج وزود سبلمنتيشن، ما يحصلش كواشركور. ممكن يحصل مرازمس لو انت رجعت بظهرك للمشاكل الويننج، لو الام طولت على صدرها لفتره طويله من غير ما تدي كالوري يحصل مرازمس، لكن ما يحصلش كواش خالص في طفل بيرضع لبن امه خالص. لما جم يعملوا كلينيكال بيكتشر بتاعت الكواش يا جماعه، قال لك بص احنا عشان نقول ان في كواشركور محتاجين الاتي كونستانت فيتشرز وفاريبل فيتشرز.
كونستنت فيتشرز 4 والفاريبل فيتشرز 6. كونستنت فيتشرز لازم الاربعه دول يبقوا موجودين يا دكتوره عشان اقول ان ده كواش. طب لو فيهم واحد او اثنين او ثلاثه ناقصين نسميه بري كواش. ده بقى الايه؟ الكلام على الكونستنت فيتشرز. الكونستنت فيتشرز يا دكتور بادئين بحرف الايه؟ سي. والفاريبل فيتشرز بادئين بحرف الايه؟ الفي. خد عندك بقى الحته التب دي بتاعت اخوك. السي كونسيلد. يعني ايه كونسيلد يا دكتور؟ مستخبيين. طب الفي رغم ان هما فاريبل فيزيبل. يعني لو طفل داخل من على الباب والام بتقول لي عنده كواش. الكونستنت فيتشر محتاجه قاعده مع الطفل واكزامينشن دقيق عشان اطلعها. ما تبانش العينيك الاول وهله، لكن والطفل جاي من عند الشباك اللي هناك ده اول ما اشوفه اشوف الفاريبل فيتشرز عليه. تتشاف عليه من بره. هنشوف دلوقتي الكلام ده. كونستنت فيتشر الاولاني اديما. رقم 2 مينتاليتي تشينجز. رقم 3 ماسل ويستنج. رقم 4 جروس ريتارديشن. وخدهم واحده واحده. في امتحان الدور اللي فات جالهم حته المينتاليتي تشينجز الاربع سطور دول بس جالهم سؤال باربع درجات. المينتاليتي تشينجز الاربع سطور او ثلاثه دول جالهم سؤال نظري صغير. مينتاليتي تشينجز ان كوشر كوش. الاديمه مواصفاتها ايه يا دكتور؟ ستارت ان ذا دورسا اوف هاند اند فوت. ده التيمبو بتاعها. كل اديمه لها مكان بتبدا فيه. الكاردك اديمه تبدا في الديبندنت بارت. الهيباتيك اديمه تبدا باسايتس. الانجينوتيك اديمه تبدا في الوش. الرينال اديمه تبدا في العينين ببافنس اوف ايز. الإديمة دي اللي هي بتاعت النيوتريشن إديمة تبدأ فين؟ دورسا اوف هاند اند فوت. تفسيرها ايه؟ لو كانوا هم عرفوا كنا احنا عرفنا، لكن هم لقوا ان معظم النيوتريشن إديمة كده، تبدأ على كف على ظهر الايدين والرجلين. الإديمة دي يا دكتور تسرح، تاخد الرجل كلها والجينيتاليا وتقف. تاخد الابر لمب كله. وممكن تاخد الفيس وتعمل مون فيس، مون فيس اللي هو الوش يبقى مدور هنشوفه في الصور دلوقتي وتقف. ما تعملش بلورال افيوجن ولا اسايتس؟ لا. غالبا لا في لا اسايتس ولا بلورال افيوجن. ليه؟ ما نعرفش. لقوا في كل الاطفال ان الاديمه بتاخد الاكستريميتيز وتقف ولا فيهم اسايتس ولا فيهم بلورال افيوجن. ناس بتقول لك اصل البلازما بروتينز لما بتحصل لها دروب ما بتقعش قوي زي النفروتوك سندروم فتعمل الحاجات ديت. لكن ليه ما بتقعش قوي؟ ما هو طفل عنده سوء تغذيه. ما نعرفش. والموست انون ان يبقى فيه اسايتس او فلورال فيوجن ممكن يحصلوا اكستريملي رير في حالات نادره هنقولها كاسئله في الاخر خالص. غالبا مش ما بيبقوش موجودين. اللي دي موصفه يا دكتور عادي باي لاترال وبيتنج وبينلس. باي لاترال وبيتنج وبينلس. ماشي؟ اسباب الاديمه. اسباب الاديمه السبب الرئيسي نقص في البلازما بروتين اللي هو نقص الاوزموتيك بريشر. طب في اسباب ثانيه؟ الخلايا بتاعت الكابيلاريز ما هي خلايا محتاجه تجدد وتظبط نفسها والسيمن سبستنس ما هو بروتين بيزيد الكابيلاري بيرميابيلتي شويه. في حاجه ثانيه بيقال ان الالدوسترون اللي بيطلع من الجسم اللي هو بيعمل سولت اند ووتر ريتنشن المفروض بيحصل له ان اكتيفيشن في الليفر. ولما يبقى الليفر فيه فاتي انفلتريشن ما يحصلش ان اكتيفيشن كويس للالدوسترون فيحوش ميه شويه في الجسم بتاع الطفل. ولسبب اخر يا جماعه غير معروف الانتي دايروتيك هرمون عند الولاد دول بيزيد. يبقى لما يبقى في انتي دايوريتيك هرمون يبقى في ووتر ريتنشن، ولما يبقى في الدوسترون زياده يبقى في سولت اند ووتر ريتنشن. الميه دي كلها تتخزن فين؟ انترافاسكولار. من قال هذا؟ شويه يتخزنوا انترافاسكولار وشويه يطلعوا بره لان الاوزموتيك بريشر واقعه، صح؟ فدول يو اد تو اديما، يزودوا اديما شويه. الكلام ده فانه هو الشائع في كل كتب الطب المعاصره لحد ما جه فورفار اند ارنيل اللي هو الكتاب الانجليزي المحترم بتاع طب الاطفال وقال لك بص الولاد دول الاديمه اللي عندهم لها يعني سبب تاني ممكن نهتم بيه. ايه هو؟ الولاد دول عندهم امبالانس ما بين الاوكسيدنت والانتي اوكسيدنت. ده الصيحه بقى اللي تطلع اليومين دول المواد المؤكسده والمواد المضاده للاكسده. ايه اللي بيحصل؟ الولاد دول المواد المؤكسده اللي عندهم زياده زي الفري ايرن. ما هو الايرن لما يبقى فري يبقى مشكله كبيره جدا. الايرن ده لازم يتشال على مين؟ على ترانسفيرين. لو في فري ايرن توكسيك بيكسر بيبهدل الدنيا زي الفري ايرن مثلا. ونقص في المواد الانتي اوكسيدنت زي السيلينيوم وزي فيتامين اي وزي الجلوتاثيون الحاجات دي بتبقى قليله. فالمواد المؤكسده لما بتزيد بتيجي على الوول بتاع الكابيلاريز تعمل بروكسيديشن للليبت سبستنسز اللي موجود فيها فتزود البرميابيلتي.
مش مهم الميكانيزم ايه بالظبط، المهم ان هما بيقولوا ان من النظريات الحديثه لتفسير القديمه امبالانس ما بين ايه وايه، اوكسيدنت وانتي اوكسيدنت. ماشي يا جماعه؟ الامبالانس ده بيؤدي الى زياده الكابيلاري ليكنس والكابيلاري بيرميابيلتي. مش مهم الميكانيزمات، المهم ان القديمه بوصفها حضرتك عرفته. دورس اوف اند اند فوت، ابر لمب لور لمب جينيتاليا، الفيس يبقى مول فيس مدور كده من القديمه اللي موجوده في الوش، لكن غالبا ما فيش لا اسايتس ولا في بلورال افيوجن. الميكانيزمات بقى بتاعتها لو جالك سؤال نظري صغير اكتب الكلام ده كله. مينتاليتي تشينج، تيجي تبص على الطفل من بعيد تلاقيه قاعد في حضن امه كده، انتروفيرت ديس انترستد باي سراوندينج، تحاول تلعب وتدي له اي حاجه. الطفل الطبيعي يا جماعه لما كنت عنده 4 شهور او 5 شهور تدي له حاجه مش كان بيمسكها منك؟ لا ده لا، ادي له كيس شيبس، ادي له فلوس، ادي له اي حاجه. لو طفل حتى عنده سنتين ولا حاجه وتيجي تدي له مش عايز ياخد منك حاجه، انتروفيرت ديس انترستد ويز ماركت انوركسيا. الماركت انوركسيا دي مصيبه، لان يعني بيجوا ياكلوا الولد ده عنده سوء تغذيه يا ابني كل مش عايز ياكل، ماركت انوركسيا. عشان ايه؟ اللخبطه اللي حصلت في النيورو ترانسميترز فوق. اسبابها ايه؟ يا اما نقص في الاروماتيك امينو اسيدز الاسينشال بالذات فينيل الانين وتيروزين وتريبتوفان اللي هي اصلا بتكون النيورو ترانسميترز زي السيروتونين بنتا هيدروكسي تريبتامين النيكوتينيك اسيد والادرينرجيك نيورو ترانسميترز دي كلها بتتصنع من الحاجات دي. اه يا باشمهندس ما مشغولين عايزين تمشوا، نوصل بس النقطه نقدر نقف عندها. ماتيرنال ديبرايز الميكانيزم بسيطه، يا اما نقص في النيورو ترانسميترز بتاعه البرين نتيجه نقص في الامينو اسيدز اللي بتصنع النيورو ترانسميترز دي، او الحرمان من الام. النقطه الثالثه جروس ريتارديشن، كلمه فيج، يعني ايه جروس ريتارديشن؟ هو الجروس احنا بنعبر عنه بايه؟ بطول ووزن. هنلاقي ان الطفل ده يا جماعه من كلام ويلكم وزن الطفل وقع فين؟ مش من 60 ل 80% ومعاه قديمه؟ يعني معنى كده ان هو وزنه اقل من الوزن الطبيعي اهو، يبقى في ديكلاين في مين؟ في الوزن. ولو الكواشيركور ده يا جماعه استمر فتره اطول، 6 شهور 8 شهور 8 شهور 6 شهور ده كلام غريب جدا، ممكن الوقت الطول هو كمان ايه؟ يتاثر. ممكن الطول هو كمان يتاثر. هنا بقى في كلام جمل اعتراضيه على الجملتين اللي انا قلتهم. يعني معنى كده ان الطول الوزن هيتاثر اكتر ولا الطول يتاثر اكتر؟ الوزن يتاثر اكتر. ليه يا دكتوره الوزن يتاثر اكتر؟ لان ده اكيوت اكتر منه كرونيك. يعني عمرنا ما شفنا كرونيك كواش، يعني ما اصل ده اكيوت، يا يتحسن يا يموت. يقعد 6 شهور بقى و8 شهور على ما الوزن بتاعه الطول بتاعه هو كمان يبدا يبقى استنطد ويتاثر، المشكله دي صعبه. فالطول الوزن بيتاثر اكتر من الطول. الدليل على كده ويلكم قال لك ان الطول والوزن بتاعه من 60 ل 80%. كتابه اسمه طلع لك بالمفاجاه الغريبه، والدكتور عزه طلعت بمفاجاه غريبه الصراحه، تقول لك الطول بيتاثر اكتر من الوزن. ده كلام عجيب، عكس حتى كلام ويلكم اللي قاله. لكن طبعا الراي يحترم ويحترم لصاحب الراي. لكن احنا يا جماعه مع نفسنا كده، الوزن هيتاثر اكتر على كلام ويلكم، هيبقى الوزن من 60 ل 80%. الطول ليتل افكتد، يعني برضه عشان ما نزعلش الناس المحترمه اللي عندنا هنقول ان هو ليتل افكتد، ليتل افكتد، لان مفيش وقت يحصل فيه افكشن لللينس. خد بالك ان الوزن ممكن الوقت لوس ممكن يبقى ماسكت بالقديمه والفات. الولد ده هيورم، احنا مش قلنا ان هو هيورم بيجمع ميه؟ ما تخزين الميه ده ممكن يديك فولس امبريشن ان الوزن بتاعه اعلى حتى من الايه؟ من القيم بتاعت 60 ل 80%. عشان كده ويلكم احتقر لنفسه وقال لك ايه؟ الولد بتاع الكواش ممكن وزنه يبقى اعلى سنه من الرينج بتاع 60 80% ويعدي اكتر من 80%، فحطه هنا. هتلاقي مكتوب عندك ايه؟ نيوتريشنال قديمه اور كواش. يعني الكواش ممكن يلعب في حتتين من 60 ل 80، ولو ورم قوي 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 ينط فوق يا دكتوره يبقى اكتر من 80%. بس انت طبعا هيك شايفه ان الوزن الزياده ده مش وزن طبيعي، ده وزن نتيجه ايه؟ تنفيخه في جسمه، فباينه قدام عينيك. مفهوم كده؟ ده بالنسبه للجروس ريتارديشن. في نقطه مهمه، الكالوريز اللي بتدخل للطفل ده تبقى انتك، وبالتالي طالما الكالوريز انتكت يا دكتور ايمن يبقى الاكسس كالوريز هتتخزن في الاخر في صوره ايه؟ فات. يبقى الطفل ده بيبقى عنده بريزيرف فات. لما يبقى عندك بريزيرف فات وقديمه كمان، ده ممكن يعلي الوزن بتاعك شويه. مظبوط؟ ماشي. رقم 4 اخر علامه في الكون السنتفيتشر ماسل ويستنج. ايه السبب؟ نقص البروتين انتيك هيقلل الوير اند تير اللي بيحصل في المصل، مش كده وبس، ده كمان المصلز بيحصل فيها ديجراديشن عشان تعوض البلازما بروتينز. لكن السؤال لحضرتك، هل العضلات هتلحق تعمل فول كومبنسيشن للبلازما بروتينز اللي وقعت؟
بالمنطق كده وبالكومن سنس. لا، دليلك على كده ايه؟ دليلك على كده ايه؟ دليلك على كده ايه يا دكتور ايمن؟ اللي حصل اديمه. ما هو لو كانت العضلات قدرت تعوض ما كانش حصل اديمه يا جماعه اصلا. عشان كده العضلات ما بتلحقش، بتحاول لكن ما بتلحقش يحصل لها فول ديجراديشن عشان تعمل فول كومبنسيشن للفول في البلازما بروتين. ماشي؟ هنعرف ازاي ان في ماسل ويستنج؟ عادي جدا، لف الميد ارم سيركمفرنس. يا دكتور ميد ارم سيركمفرنس ايه ده؟ الواد مورم يعني، لما تيجي تحط هنا هتلاقي الميه هنا كده. لا ده الميد ارم سيركمفرنس ايه؟ نوت افكتد باي اديما. ده كمان ده تقدر تلقط لك البري كلينيكال كواشر كور الانكمبليت كواش لما تلاقي من 12 لايه؟ ل 14 واقل من 12 بقى الواد ده دخل في ايفيدنت مال نيوتريشن. في حاجه ثانيه نقدر نعرف بقى عن ماسل ويستنج؟ اه اعمل بلبيشن. ده الكلام ده مكتوب في كتاب عين شمس، قريته وعجبني فكتبتها. بلبيشن للديلتويد، بلبيشن للبايسبس، للمناطق دي. مش عاجب الكلام ده واحد من الاستاف اللي عندنا، بيحب حاجه ثانيه بقى هي الهيست سيركمفرنس. هيست سيركمفرنس ريشيو، مش قلناها ان المفروض بعد 6 شهور تكون اقل من واحد؟ لو بقت اكتر من واحد ده انديكيتور ان ممكن يكون في مصر ايه؟ ويستنج. مش احنا قلناها يا جماعه ان ده من الانديكيتورز بتاعت المال نيوتريشن؟ يبقى نزود عندنا مع الميد ارم سيركمفرنس، هيد سيركمفرنس، شيست سيركمفرنس ريشيو. في 3 4 صف عندنا يحبوا انك انت تقولها كانديكيتور للمصل ويستنج. تعالوا ندخل بسرعه على الفاريبل فيتشرز نقولها ونمشي. يعني قدرنا السيء كده ان احنا ناخد الايه؟ الفاريبل فيتشرز. الفاريبل فيتشرز مكتوبين عندكم 5 بس هم 6. مكتوب في الكتاب عندك 5 هم 6 وانا هقسمهم لك دلوقتي، هعد تقسيمهم من تاني دلوقتي. 6 ولما تيجي في الامتحان تكتبهم 6. في نقطتين لازم تفصلوا عن بعض. الجي اي تي لوحدها فيها 2، فيها الجي اي تي تيوب ديستربنسز وفيها الايه؟ الهيباتوميجن. هي كانت مفصوله اصلا بس انا يعني لتسهيل الحفظ كنت بلم الحاجات على بعضها. اول حاجه هير تشينجز، انت هتشوف الفاريبل فيتشرز دي بعينك من بعيد. هير تشينجز البيجمنت ده عشان يطلع مش محتاجين بروتين. الواد عنده مشكله في البروتين يبقى الشعر بتاعه يبقى ايه؟ دي بيجمنتد. خشن ما هوش لين، بريتل متقصف، فارس بيقع بيتساقط. بيتساقط عشان ما فيش تتابع. ما عشان يحصل تتابع لازم خلايا تطلعه، الخلايا محتاجه بروتين. يبقى الولد شعره ايه؟ دي بيجمنتد، بريتل، سبارس، سبارس بعيد عن بعيد عن بعضه. اند ايه؟ ايزلي ابايليتد. امسك شويه شعر كده في ايديك لو طلعوا في ايديك يبقى بيبقى فيه ايزلي فول، يعني بيقع بسهوله. النقطه الثانيه الدي بيجمنتيشن اللي بيحصل بروجريسيف لايتنينج اوف هير. الاول كان دارك ان كلر، كان بلاك، كان دارك، حول اللون البراونش، ثم اللون الاورنج شد تحتها خط، ثم اليلو. اللون الاورنج يعني لو دخلت على طفل اسود، ما هو المرض ده اتوصف في افريقيا وشعره كان بدل ما هو اسود شعره بقى اورنج، الواد شعره يبان لك من بعيد كانه لونه ايه؟ احمر. وهو ده سبب التسميه ريد بيبي. واحد من اسباب التسميه للريد بيبي كانت التغيير في الشعر، لانه يعني بيعدي على مرحله اللون الاورنج المحمر ده. الاصفر اللي ضارب للاورنج بيبقى لون محمر شويه، فده احد اسباب تسميته بالايه؟ بالريد بيبي. ويقول لك في حاجه اسمها فلاك ساين. طفل حصل له مال نيوتريشن، عنده بند من شعره دلوقتي، دي بيجمنتد، اتحسن الشعر بقى بيجمنتد، دخل في مال نيوتريشن، دي بيجمنتد. لو بقى الواد ده لونج هيرد كده شعره طويل، يقول لك ايه؟ فتره دي بيجمنتيشن والتربيتنج مع فتره بيجمنتيشن، فتره دي بيجمنتيشن عامله زي العلم. طبعا ده بقى ايه؟ الشعر اللي بيعبر بقى كلام من دي كوليجا الظريف، الشعر اللي بيعبر عن الواد ده اتعرض لمالتيبل ريلابسز، مره يبقى مال نيوتريشن ومره يتحسن، مره مال نيوتريشن وما يتحسن. تعرفها ازاي؟ لو الطفل شعره طويل تلاقي بقى ايه؟ الباندز دي اوبننج مع بعض. لكن الكلام ده طبعا ما عادش بيتشاف دلوقتي، حتى في الدول الافريقيه اللي هم بيحكوا عنها ما عادش بيتشاف، يعني مش ما عادش بيتشاف مش كتير. ايه سبب اللخبطه اللي حصلت عند الولاد دول في شعرهم يا جماعه؟ عادي اللي احنا لسه قايلينها من الاول، يا نقص في السلفر كونتيننج امينو اسيد، يا نقص في الكبر. والاثنين دول اسينشال لمين؟ اه للون الشعر ورونق الشعر ونعومه الشعر. احنا محتاجين الاثنين دول. هتقول لي طب الكبر قل ليه يا دكتور؟ ما هو ممكن المينرالز في الاكل تقل، هي كمان اللي خليك تقلل دول المينرالز، هي كمان الدخله تبقى قليله. لا ومش بس كده، ده الكارير بروتين بتاع الكبر اللي هو ستيريوبلازمين بيقل، وبالتالي التوتال كبر اللي افيلابل بيقل. يبقى الافيلابل كبر اللي في الاخر بيقل. رقم 2 سكين تشينجز.
فبص على الطفل وهو جاي لك من بعيد، تلاقي الجلد بتاعه مليان تسلخات، وهوريها لكم على الصور دلوقتي. التسلخات اللي بتحصل، الاول يحصل دراي سكيلينج، يعني سكيلز كده قشور، القشور دي تقع تروح سايبه الحد، لما تقع تسيب حمار حمار. يبقى الطفل اللي سميناه ايه يا جماعه؟ ريد بيبي، عشان الشعر وعشان الجلد، الجلد بتاعه ايريثيميتس محمر، يعني السواد وقع، عارفين السواد بتاع الجلد وقع، وراح مديك حتت باتشز حمراء. الباتشز الحمراء دي مع الوقت تتعرض بقى ايه، يبقى فيها حتت هايبر بيجمنتد وحتت هايبو بيجمنتد، يديك جلد مزركش ومزخرف. لما تشوف الجلد بتاع الطفل بالزركشه والزخرفه اللي حتت فيها سكيلز، حتت ايريثيميتس، حتت بيجمنتد، حتت هايبو بيجمنتد، يقول لك الطفل ده الجلد بتاعه عامل زي فليكنج بيرت درماتوزس. فليكنج بنت درماتوزس، فليكنج بنت يعني الدهان الواقع، فليكنج فليكس تقع الدنيا، لما تتعمل جير والجير ده يقع، يروح مديك حته هايبو بيجمنت تحت الجير ده، كان الولد ده كان واخد وش جير والجير بدا يقع، يقول لك فليكنج بنت درماتوزس. او الناس اللي من الاسماعيليه عندكم شارع السلطان حسن معمول بطوب كده، ايه طوب مزخرف كده، في الاسماعيليه ولا في بورسعيد؟ سلطان حسن ولا حسين؟ المهم كان زمان يا جماعه بدل ما بيرصفوا الطريق الاسفلت بتاعنا بيرصفوه بالطوب الايه؟ طوب تلاقي ايه؟ واخد مطبات مزركش مش عارف ايه؟ فيسموا ده كوبل ستون ايرانس. كوبل ستون كان الواد ايه؟ متزركش او متزخرف. كوبل ستون ابيرانس. طبعا الكوبل ستون ابيرانس او فليج بين درماتوزس، طبعا تشبيهات الاجانب بيشبهوا الطفل بايه؟ مره يشبهوه بالارض، مره يشبهوه بالحيطه. الجلد بتاعه. كتير جدا انك تلاقي الاطفال دول عندهم فيشرز والفرز بقى، مش جاست سكيلز وقعت، ده انت ممكن تلاقي ايه؟ تجاويف وفجوات موجوده، فيشرز اند الفريشن، وبسهوله مع الفيشرز اللي موجوده والايديما فلويد اللي موجوده الميكروبس تدخل وتروح عامله سكين انفكشن محترم. العيال دول بيبقى عندهم سيريس سكين انفكشن. ايه السبب يا دكتور في الهايبر بيجمنتيشن والهايبر بيجمنتيشن واللخبطه دي كلها؟ من العناصر اللي مسؤوله عن الانتجريتي بتاعت السكين قلت هي كمان. على راسها الفيتامين اي، وده الفظيع 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 اللي ديفيشنت اللي بيبقى موجود عند كل الاطفال اللي عندها مال نيوتريشن تقريبا. فيتامين اي ديفيشنسي يليه الاسينشال فاتي اسيد، الزنك ديفيشنسي مهم جدا على نفس درجه اهميه فيتامين اي. واخر كلام العبيط يقول لك سوبرا رينال ديسفانكشن، الكلام ده هو مكتوب في الكتب المصريه لكن لو سمحت خد حليب شطبه صغيره كده، لان الكلام ده مش مظبوط، هو الكلام اللي فوق هو اللي صح. في لخبطه في فيتامين ايه، في لخبطه في الزنك، الحاجات دي مهمه جدا للسكين يا جماعه، والاسينشال فاتي اسيدز مهمه جدا للسكين واليونيك للسكين. فاكرين لما كنا بنتكلم على الانتي انفكتيف بروبرتيز بريست ميلك، قلت لك ان الانتي ستاف هو عباره عن بولي انساتوريتد فاتي اسيد، ليه؟ لانه كان بيزود الانتجريتي بتاعت مين؟ السكين، فبيبقى نوت ايزلي انفيدد. هو انت لما تفهم يا دكتور ترتاح، زي ما انا متاكد ان انتوا بتفهموا البطنه فمرتاحين كلكم كده وحاسس، بتحسوا بساتسفاكشن لما تعوز مثلا تستمتع تروح تسمع بس تحس البطنه ابنه ماشيه سموث. فبنحاول برضه احنا هنكون على نفس مستوى البطن عشان ما يحصلكوش سكيزوفرينيا. جي اي تي مانيفستيشن، هيباتوميجرا هتحصل ليه؟ عبودي، هو فين عبودي؟ مش هنا، مش في المجموعه دي، اصل لقيت واحد كاتب ورقه الامتحان بتاعته عبودي فعجبني الاسم، هو بقى بيدلع نفسه مش موجود. لكن حلمي اللي معانا، ليه بقى حلمي؟ الليفر هيكبر من غير ما تبص في الكتاب، هيكبر ليه الليفر؟ في نقص في اللايبوتروبيك فاكتورز يا دكتور، وفي كالوري اكسس هيتحول لفاز، فالليفر اكيد هيكبر. فاز بيتكون زياده ومش قادرين يطلعوا، فالليفر هيكبر. الليفر يبقى هيباتوميجالي سوفت تو فير سموث سيرفيس، البوردر بتاعه ممكن يبقى شرب او رنج مش فارقه معايا خالص. ده الليفر يا جماعه لما بيكبر. بص بقى في الليفر ده فيه مشكلتين، هل الهيباتوميجالي اللي بيحصل ده ممكن يؤدي الى ليفر سيل فيلير ليتر اون؟ لا غالبا لا. ليه؟ لان اللي حصل فاتي انفلتريشن، واحنا عارفين ان الفاتي انفلتريشن يعني بيبقى معظم الفات متخزن حوالين الخلايا من بره، فما فيش هيباتوسايت نكروزس، وبالتالي طالما ما فيش نكروزس يبقى ما فيش سيروزس، وطالما ما فيش سيروزس يبقى ما فيش ليفر سيل فيلير، صح ولا غلط؟ ويبقى الموضوع كله على بعضه ريفرزبل، وقت ما تحسن الامور الهيباتوميجالي ده يبقى ريفرزبل وستريتمنت ويتحسن ويعيد ايه الامور الى نصابها. لكن يقول لك في بعض الاحيان الهيباتوميجالي لما نيجي نعالج الطفل يزيد شويه. بيزيد ليه؟ بص لي انا. جيت تعالج الطفل المفروض انت تظبط مين؟ البروتين، وتشيل ايدك شويه من على مين؟ من على الكربوهيدرات، ما تديش كربوهيدرات زياده، يعني ادي الكربوهيدرات النورمال. وانت بتدي الطفل اكل رحت مديله كالوريز زياده. الكالوريز يا جماعه قبل ما بتتحوش في فات بتتحوش مؤقتا في اسمها جلايكوجين. لا الليفر خزن جلايكوجين قبل ما يتخلص من مين؟
من الفات اللي عنده، فممكن يعمل انيشيال هيباتوميجالي مع العلاج. هل ده علامه خطيره؟ ابدا، ده علامه عاديه ممكن تحصل مع اي تريتمنت، بتتحسن لوحدها، بتاخد لها 3 4 ايام وتفك لوحدها. يبقى الهيباتوميجالي نيجي نرصه تحت بعضه. مواصفات الهيباتوميجالي ايه؟ ذا ليفر مي بي بالبابل سوفت تو فيرم سموث سيرفيس، البوردر بتاعه مش فارق معايا، غالبا بيبقى راوندد. السايز بتاعه مي انكريز از ستارت اوف تريتمنت، لما تاخد كالوريز زياده لازم تدور الجلايكوجين قبل الليفر ما يتخلص من مين؟ من الفات اللي متخزن جواه. لكن ثق تماما سواء كان كده او سواء كان كده، هيباتوميجالي از يوجوالي ريفرسبل، وما بيحصلش ليفر سيل فيلير ولا ديكومبنسيشن، لان ما فيش هيباتوسايت نكروزس، وبالتالي ما فيش سيروز. ده بنسبه كام؟ في معظم الاحوال. ممكن يحصل نكروزس امتى؟ سؤال اورال في الاخر، مش النهارده، حتى المره اللي جايه. سبب وفاتي انفلتريشن، ده يا جماعه ما يتعلق بالهيباتوميجالي. الاثنين اللي جايين مع بعض انا بعتبرهم نقطه لوحدهم، الدايريا والابدومينال ديستنشن، الاثنين دول مع بعض. يبقى اللي تحت ده جي اي تي تيوب، واللي فوق ده ليفر. يعني حتى في كتب هتلاقيهم واخدين هيباتوميجالي ده علامه لوحدها، والجي اي تي ديستربنسز دي علامه لوحدها. فانا لميتهم على بعض عشان في الاخر يبقوا ايه؟ الدايريه، ممكن الطفل يبقى عنده اسهال لو ما كانش من انفكشنز عمال يدخل فيها كل شويه، جاسترو انترايتس جاسترو انترايتس، يبقى غالبا هيبقى من نون انفكشوس كوز، عشان عنده مال ابزوربشن سندروم، لان حصل جي اي تي اتروفي. صح؟ حصل له جي اي تي اتروفي، ولما يحصل جي اي تي اتروفي الخلايا اللي كانت بتطلع الدايجستيف انزيمز هي كمان تايه؟ تقل. ومن ضمن الانزيمز اللي بتطلع من البراش بوردر بتاع الجي اي تي ميكوزا اللاكتيز انزيم، فالعيان ده يدخل في سكندري لاكتوز انتولرانس، او يدخل في لاكتيز ديفيشنسي. ده مثال، لكن بيدخله في مالتيبل انزيم ديفيشنسي اصلا. ده مش كده وبس، ده كمان الدايجستيف انزيمز اللي جايه من الليفر، من البنكرياس، هي كمان بتقل. ابدومينال ديستنشن، ليه ممكن الطفل ده بطنه تبقى منفوخه؟ هايبوكاليميا، يا اما هايبوكاليميا عشان البروتين اللي داخل قليل، يا اما هايبوكاليميا من نزلات الاسهال الكتيره المتكرره اللي بتجيله، يا اما هايبوكاليميا من الالدوسترون افكت. والكلام ده جاي بعد كده، ما تكتبهوش. ما هو الالدوسترون لما بيزيد شويه نسبته شويه بيعمل صوت عند ووتر تنشن، يخزن صوديوم ويرمي مين في البول؟ بوتاسيوم. يعني لها كذا ميكانيزم الهايبوكاليميا، فدي برضه هنشوف معظم الاطفال اللي عندهم سوء تغذيه يا جماعه تلاقي بطنه كده عامل زي البريجننس، بطنه تلاقيها منفوخه. معظمهم كده. يا اما هايبوكاليميا، يا اما مال ابزوربشن، بطنه فيها تعفنات وانتفاخات وتخمرات فبطنه منفوخه، او توكسيك الياس. من لو واد عنده سيفير جاسترو انترايتس او سيبتسيميا جامده جدا، ممكن يحصل باراليسيس للجدار بتاع بتاعته، فيحصل حاجه اسمها توكسيك الياس. هخلص الفاريبل فيتشر وامشي. هقف على كلمه عند الكومبليكيشن. ومنه لله مين؟ حسين. بقول لك عادي يعني، حاول تتعايش مع الموقف، انت مضطر كده يا دكتور. ها؟ لا يا راجل، ده هايبوكاليميا معروفه بتعمل الياس يا راجل، ده هايبوكاليميا بتعمل اربعه ايه؟ اباثي، اتوني، سكريت المصل. لا ما هو الكلام ده مكتوب يا دكتور. جاي، الكلام ده كله جاي. اباثي، اتوني، ابدومينال ديستنشن، الريزم. ماشي؟ صح؟ اربعه ايه؟ الانيميا، يا اما ايرن ديفيشنس انيميا، مينرالز بتقل ايرن ديفيشنس انيميا، يا اما فيتامينز بتقل زي الفوليك اسيد والبي 12، يا اما بروتين ديفيشنسي انيميا. الايرن هيبقى مايكروسيديك هايبوكروميك، الفيتامين بي 12 وفوليك اسيد ميجالو بلاستيك انيميا، البروتين ديفيشنسي غالبا بتبقى نورموشيتك نورموكروميك انيميا، وممكن تبقى الانيميا دي هيموراجيك انيميا لو حصل نقص في البروثرومبين، والبروثرومبين ده من الكواجيوليشن فاكتورز اللي هي من ضمن البلازما، من ضمن البلازما بروتين. الفيتامين ديفيشنسز دي يا جماعه ممكن لوحدها سؤال نظري، اي ثينك تو ماي مايند، لانها فيري 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 امبورتنت. والحلقه اللي جايه ان شاء الله هنستمتع اكتر لما نتفرج على ست سبع صور للكواش من الحاجات اللي ممكن تجي لك في الامتحان بقى، حاجات حصريا مع الدكتور عندنا بس، مش هتلاقيها في حته ثانيه. زائد علامات الفيتامين ديفيشنسز اللي ممكن تجي لك، نجيب لك ولد مثلا عنده فيتامين اي ديفيشنسي وابينه لك بالصور، فيتامين اي ديفيشنسي يعمل زروزس، جفاف في العينين، يعمل يعمل بايتوتو سبوتس، مش مشكله. لكن المشاكل جايه يا باشا، كيراتو ماليشيا اند كورنيال ألسر. كيراتو ماليشيا لما تلاقي الكورنيا طلعت باظت لقدام قوي كده وبقت معتمه ومليانه ألسر، irreversible. لو الطفل وصل يا دكتور الكورنيال ألسريشن والكيراتو ماليشيا، ممكن تبقى irreversible مع العلاج، لانها غالبا هتبقوا بس بعد كده، حتى لو ظبطت هتبقوا بس محتاجه جرافتنج وشغلانه. على البق تلاقي الباك بقه كله متسلخ
ستوماتايتس. الفيتامين ايه يا جماعه؟ مهم جدا للابيثيلياليزيشن، جي اي تي ابيثيليوم، ريسبيراتوري ابيثيليوم، اند كورنيال ابيثيليوم. عشان كده يقول لك ايه، في افريقيا يفضل مع كل تطعيم ميسلز يدوا الاطفال دول جرعه من فيتامين ايه. يمكن خدتها انتوا في الكوميونتي، فيتامين ايه ابيثيليال بروتكتيف، يحافظ على الابيثيليوم بتاع السكين من بره، والابيثيليوم بتاع الجي اي تي من جوه، والابيثيليوم بتاع، مش بس عشان هو انتي اوكسيدنت، لا ده هو دوره ان هو بيحافظ على الابيثيليال تيشو. ممكن الولد يوصل لمرحله الويك ابيثيليوم ريسبيراتوري جاسترو انتستينال امور السبته والانفكشن. ما هنا ما جبت سيره النايت بلايندنس. اصل لما تقول لطفل عنده ست شهور او سنه او سنتين وتقول لي نايت بلايندنس، دي صعبه. على الرغم يا جماعه بيني وبينكم، اول علامه الفيتامين اي ديفيشنسي هو النايت بلايندنس، اول علامه. وهقول لكم ليه، هقول لكم ليه ان شاء الله المره اللي جايه، اول علامه نايت بلايندنس. لكن من قال هذا في الاطفال اللي هم عندهم ست شهور؟ او هو ده يعرف يعرف تعرف انت تكتشف نايت بلايندنس فيه؟ ما تعرفش. عشان كده لما الدكتور نجيب يسالك فيها قول له الفيرست ساين هو ان الراجل عنده نايت بلايندنس، لكن ده ليس اليوسيديتد، ما اعرفش اطلعه في الطفل، لكن العلامات الاخرى اللي تبان هي الحاجات دي. انا افهم اذا انا موجود. فيتامين بي 2 ديفيشنسي، كيلوزيس، تشققات في الشفتين، انجلر استوماتيتس. فيتامين دي ديفيشنسي هنفهمها دلوقتي، صعبه. فيتامين دي لما بيقل بيعمل ريكت، وعشان يظهر ريكت لازم الطفل يكون بيكبر، بيكبر وتحرمه من فيتامين ده يبان عليه علامات الريكت. طب الطفل ده عنده جروس ريتارديشن وارست جروس، حتى لو عنده فيتامين دي ديفيشنسي ما يبانش كلينيكال. عندهم نقص في فيتامين دي لكن كلينيكالي اي كان نوت ديتكتد. ليه؟ لان الواد ما بيكبرش. امتى يبان يا دكتور؟ يبان لو انت عالجت الطفل ونسيت تديله فيتامين دي. يكبر الطفل وهو محروم من فيتامين دي، العظم يبان لك بقى، يقعد يفرشح وايه ويبقلص، ويبان بقى علامات الريكتس فيه. الحكايه دي مش هنفهمها، فانت اكتب ايه؟ تؤجل للريكتس، تؤجل لبعدين، مش هتفهمها قوي دلوقتي، محدش يسالني فيها. فيتامين كان كاف ديفيشنسي بليدنج تندنسي. وكده يا جماعه كانت قصه حياه الكشكور، المرض الفظيع اللي لا يخلو منه امتحان، يا كلينيكال يا نظري في امتحان اخر السنه.